معنا من الموصل مراسل أخبار الآن لؤي أمين عبر الهاتف. مرحبا بك معنا لؤي، تابعنا سير المعارك في حي الشفاء، معارك شرسة الآن تجري، وأيضا حررت القوات العراقية حي الصناعة اليوم. التطورات الميدانية وسير المعارك في الموصل لديك؟ نعم، مرحبا بكم. قبل أقل من ساعة انسحبت من حي الشفاء، بالفعل هناك معارك ضارية تدور في الحي. القوات الأمنية الفرقة المدرعة التاسعة وكذلك اللواء 73 من الفرقة الخامسة عشر الجيش العراقي حررت حتى هذه اللحظة النفق المؤدي إلى الجسر الخامس ووصلت إلى باب سنجار وحررتها بالكامل ووصلت إلى دورة قاسم الخياط. هذه الساحة معروفة لدى الموصلين، هي نهاية الأحياء الجديدة وبداية الأحياء المدينة القديمة. معارك شرسة، قيادة عمليات القادمون يانين، وأعلنت أن القوات الأمنية حتى هذه اللحظة سيطرت على 30% من حي الشفاء، ولكن هناك دروع بشرية، هناك داعش يستخدم العوائل، يضع عشرة عوائل لعشر عائلة لدى البيت واحد ويقوم بغلق الباب عليهم حتى لا تتقدم القوات الأمنية. ولكن القوات الأمنية اللواء 36 من الفرقة المدرعة التاسعة، كنت معهم قبل قليل، وصلوا إلى دورة قاسم الخياط، والحي يعني يبدو أنه لن يصمد، وهو آخر دفاعات داعش، أؤكد أنه هو آخر خط دفاعي لداعش إلى المدينة القديمة بسقوط حي الشفاء ومنطقة الجسر الخامس. والمجمع الطبي، القوات الأمنية ستدخل مباشرة إلى المدينة القديمة من جهة الشمال إلى محلة الفاروق وسوق الشعارين. نعم، هل من نازحين اليوم من المناطق التي تجري فيها تلك المعارك الساخنة؟ قلت أن تنظيم داعش وهو معروف أيضا يتخذ المدنيين دروعا بشرية. نعم، اليوم الشرطة الاتحادية وكذلك اللواء 36 الفرقة المدرعة التاسعة استطاعت تحرير 15 عائلة، ولكن النزوح قليل جدا. الذي يخرج من بيته يخرج يعني لا يعرف مصيره. هناك قناصين على مجمع الطبي وهناك ابواب ناسفه، وحتى ان ابواب المنازل قد تم لحمها، يعني قد تم غلقها باللحام، حتى ان صاحب المنزل حتى لو اراد الخروج لم يخرج. النزوح قليل، ولكن القوات الامنيه وفرت ممرات امنه بغطاء جوي من الطيران العراقي. اليوم كنا هناك وخرجت 15 عائله وصلت الى القوات الامنيه. نعم، إلى أين تخرج تلك العوائل؟ إلى المخيمات؟ نعم، العوائل بداية تصل إلى منطقة باب سنجار وتستقبل القوات الأمنية ويتم نقلهم بعربات عسكرية إلى المحاور الخلفية، جبهات الخلفية، ومن ثم إلى حمام العليل. يتم تدقيقهم أمنيا ومباشرة يتم تحويلهم إما إلى الجانب الشرقي من مدينة الموصل أو إلى المخيمات حسب رغبة الخارجين والنازحين من المدينة القديمة. نعم، إذا هناك إجراءات أمنية قبل أن يصلوا إلى في نهاية المطاف إلى أماكن الإيواء، صحيح؟ منعا لتهرب. نعم، نعم، عناصر التنظيم. نعم، منعا لتسلل عناصر داعش بين النازحين. وبعد التدقيق الأمني يكون النازح مخير، إما أن يذهب إلى الجانب الشرقي إلى أقاربه أو إلى المدينة يستأجر هناك، أو يذهب إلى مخيمات النزوح التي تم توفير كل شيء فيها من قبل 9 دورات مشتركة عراقية. شكرا جزيلا لؤي أمين، مراسل أخبار الآن، متحدثا عبر الهاتف من الموصل.